كتبنا معكم تاريخ ما كيتنساش، ومعكم غادي نعيشوا ذكريات جديده في الكوت ديفوار. انوي معكم كل يوم. غتكون قويه وكنتمنوا فريق الوطن انتصار، وان شاء الله غادي ننتصروا ونفرحوا الشعب المغربي كما فرحناه في كاس العالم. كنتوقعوا الفوز المغربي ان شاء الله بواحد 2-0 ان شاء الله الا بغى الله. ils ont fait un truc un parcours super beau en coupe du monde 4e mondial ان شاء الله. on est avec eux de paris jusqu'à casa وحنا on est avec eux ensemble ان شاء الله ils vont gagner. واخا مباراه صعبه ولكن كنتمنوا الفوز للمنتخب المغربي ان شاء الله. واحد 2-0 ان شاء الله يا ربي. حكيمي زياش ماركي ولا بوفال، واخا بوفال ما يكونش تمنوا لي الشفاء العاجل. الاداء ديال المنتخب الشوط الاول كان صالح ديالنا صراحه، لعبوا مقابله زقلوا بزاف ديال الفرص، كنتمنوا هاد الفرص يتسجلوا في الماتش الاخر. غياب ديال زياش وبوفال اثر واحد شويه على الفريق، ولكن حنا طامحين ان شاء الله عارفين المنتخب ديالنا ونشوفوا الشوط الثاني. ورغم الغياب ديال اللاعبين اللي هما مهمين في الدور في المباراه ديالنا اللي هو سفيان بوفال حكيم زياش، ان شاء الله غادي نتغلبوا عليهم في الشوط الثاني بالتدريب ديال الوليد الركراكي ان شاء الله. اولا هنا المغاربه كاملين نشعر بالخيبه، كنا كنتسناو بزاف من هذا الكاس الافريقيا خاصه من بعد الانجاز ديال كاس العالم. كنت كنتمنى من الركراكي انه يورينا باللي تعرف خطط اخرى من غير 4-3-3. كنتمنى انه يستافد من الدرس، وما بغيناش ان شاء الله ملي غنظموا كاس افريقيا عندنا بغينا نستافد من الدروس ديالنا. وكنطرحوا السؤال الى متى ستغيب الكاس افريقيا عن البيت المغربي. لا يلام حكيمي لما قدمه مع المنتخب الوطني. حكيمي دائما كيتعتبر لاعب اللي هو كبير وكبير جدا، ما غاديش نلومو حكيمي، ما غاديش نلومو العديد من اللاعبين، قاموا اللي عليهم، داروا داكشي اللي عليهم صراحه. اكيد الغياب ديال زياش، لانه زياش هو القائد الثاني من حيث الترتبيه بعد سايس، وهذا لا يعني ان منتخب جنوب افريقيا كان يعني كان الافضل. المنتخب الوطني هو اللي كان الافضل طوال مجريات المباراه، خانتنا اللمسه الاخيره. وكنتمنى كل التوفيق للمنتخب المغربي في باقي الاستحقاقات ان شاء الله. وكنشكروا الركراكي واللعابه هما فريمون داروا مجهود قوي، ومجهود اللي كلشي كيتمنى انه يديروا. وتبارك الله على اللعابه، واخا الظروف يعني ما ساعدتناش وما خلاتناش يعني نتعادلوا ونكملوا في الاشواط الاضافيه. كتبنا معكم تاريخ ما كيتنساش، ومعكم غادي نعيشوا ذكريات جديده في الكوت ديفوار. انوي معكم كل يوم.